بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم ألف عافية. راح نستكمل اليوم الـ Form Validation Functions in PHP. المرة الماضية أخذنا الـ Form Handling in PHP، إنه بمعنى آخر إنه البيانات اللي عم توصل من الـ Form للسيرفر، كيف أنا بحتويها، كيف باخدها وبستخدمها. اليوم إن شاء الله راح ناخد الفورم فاليديشن فانكشنز، وهي برضو نوع من أنواع الفورم هاندلينج. يعني أنا هتوصلني بيانات حشيك عليها. إذا بتتذكروا الفورم فاليديشن سابقا حكينا يا إما بيكون كلاينت سايد فاليديشن أو بيكون سيرفر سايد فاليديشن، اللي هي التشييك على البيانات. فالتشييك على البيانات بالكلاينت سايد حكينا يا بنستخدم الاتريبيوت، زي اتريبيوت جاهزة عنا زي الريكوايرد، بتعمل نوع من التشيك عليهم، او في عنا الباترن تعمل تشيك على الداتا تبعتنا، او بنكتب جافا سكريبت كود بيعمل فورم فاليديشن. برضه في الطرف الاخر في عنا ما يسمى سيرفر فاليديشن، وهو يستخدم مجموعه من يا انت بتكتب كود، او في عنا بعض الفانكشن تعمل تشيك. طبعا لازم اوظفها هاي الفانكشن الجاهزه عشان تعمل تشيك على الداتا تبعتي تبعت الفورم قبل استخدامها. خلينا نشوف شو ابرز الفانكشنز الموجودين بالبي اتش بي اللي بتسمح لي انه اشيك على البيانات تبعتي. في عندنا فانكشن اسمها امتي فانكشن، امتي اسمها امتي. اوكي، هاي الامتي فانكشن ان بتوين بعطيها اسم الفاريبل، اوكي يعني بين الاقواس تبعتها بعطيها اسم الفاريبل بتشيك لي عليه هل هو فارغ ولا مش فارغ. اوكي، شو يعني فارغ؟ فارغ تفسر كالتالي: اذا انا كنت معرف متغير وفتحت كوتيشن وسكرتهم، هاي تعتبر انها امتي، تكون ترو. يعني string، انا عرفت متغير من نوع string وجيت هون تركته بهذا الشكل. او اذا كنت معرف متغير من نوع انتجر وعبيت فيه 0، هذا يعتبر امتي. اذا كان فلوت عبيت فيه 0.0، هذا يعتبر امتي. اوكي، تعتبر ترو، يعني لما اجي اشيك عليها فهي ترو. او اذا كانت عبيت 0 بين دبل كوتيشن، برضو هاي اذا كان متغير نوع سترينج وخزنت فيه 0، برضو هاي تعتبر ايش؟ امتي. او null, false array, and empty array, and dollar sign variable. إذن ال null برضو تعتبر empty، ال false تعتبر empty، ال array عرفت array وما عبيتش فيها، يعني حكيت dollar sign x equal array وتركتها فاضية، برضو هاي تعتبر empty. والمتغير اللي عرفناه بس ما عبينا فيه أي value، برضو هاي تعتبر empty. تمام، هاي تفسير الامتي. متى بترجع هاي؟ طبعا الامتي بترجع عنا يا ترو يا فولس. بترجع ترو في كل هاي الحالات اللي انا ذكرتها. اذا بترجع ترو في كل الحالات اللي ذكرتها، في حال اذا عرفنا امتي سترينج وفتحت كوتيشن فاضيين فهي امتي سترينج، او زيرو او زيرو، او اذا عبيت فيها نال، او اذا عبيت متغير نوع بوليان عبيت فيه فول، صار برضو يعتبر امتي. في كل هاي الحالات تعتبر الامتي فانكشن راح ترجع عندي ترو، راح ترجع عنا ترو. اوكي، نيجي ل الفانكشن الثانية اللي بتعمل تشيك. الفانكشن الثانية بتعمل تشيك اللي هي is. الفانكشن الثانية فانكشن اسمها is set، بعطيها اسم المتغير بين الأقواس تبعتها، بعطيها اسم المتغير. هلأ ال is set برضو بترجع true أو false، لكن شو بتفرق عن ال empty؟ إذا أنا أعطيت أي واحدة من هدولاك القيم، إذا أعطيت null، أو إذا أعطيت empty string، أو إذا أعطيت zero، سوري مش null، إذا أعطيت ال empty string بهذا الشكل، أو أعطيت قيمة zero، أو أعطيت zero أو false، هاي كلياتها تعتبر set، تعتبر أنها معطينها قيمة،
بالنسبة للإزت في هدول الحالات شو راح ترجع لنا؟ راح ترجع لنا true، مش زي الامتي. الامتي مع هدول الحالات كلهم حترجع true، أوكي؟ حترجع عنا true بالإضافة للنل، هاي الامتي. أما بالنسبة للإزت function فهي بترجع true فقط في هدول الحالات، أو إذا كنت أنا معطيها value، أو إذا معطيها أي value موجود عنا. متى بترجع false؟ بترجع false إذا كان ال variable اللي عم بشيك عليه بيحتوي على null، أوكي، على null value، هاي الحالة بترجع عندي false. إذا متى ال set بترجع عندي false؟ إذا كانت القيمة تبعته equal null، تمام؟ أو إذا كنت معرفه مش معبي فيه أي قيمة، ففي هاي الحالة برضو راح ترجع عندي false. طيب، إذا هدول عبارة عن two functions عشان نشيك هل هو فيه قيمة ولا ما فيه قيمة. نيجي نشوف هذا الإكزامبل. هذا الإكزامبل طبعاً أنتوا يريد تطبقوا عندكم بتشوفوا. هلا في عندي أنا form، راح نسمح لنا إنه ندخل هون عدد الرو وعدد الكولومز. وفي عندي بدي اعمل كلرنج للتيبل، اختار يس او نو، ونكبس كبسة السبميت. الان لما اجي اكبس كبسة السبميت بدي اياه يشيك لي هل الرو والكولوم معبيين ولا يساوي صفر، يعني لازم يكون في عدد من الرو وعدد من الكولومز، الاعداد مش لا تساوي الصفر. هذا اول شرط بدي اياه يشيك لي عليه، يعني هاي وهاي لا يساوي الصفر. شغلة ثانية بدي اياه يكون مختار لي واحدة من هدول، انه ما بتركها فاضية، يعني لازم يكون مختار لي واحدة من هدول الثنتين. فهي الفكرة من هذا كلياته بدنا ندخل عدد الرو، ندخل عدد الكولوم، وبيختار لي هل بدي التيبل يكون ملون ولا مش ملون. وبناء عليه لما بكبس سبميت بدنا اياه يرسم لنا تيبل بعدد الرو المعطى وعدد الكولوم المعطى. وإذا أنا كنت عامل تشيك على اليس فبلاقيه ملون، إذا كنت عامل تشيك على النو بلاقيه مش ملون. فمثلا لو أنا دخلت رقم 3 هون كعدد الرو، ودخلنا هون 4 كعدد الكولوم، فبدي ألاقيه راسم لي تيبل فيه 3 رو و4 كولوم، 3 صفوف و4 أعمدة. وإذا كنت عامل تشيك على اليس بدي ألاقيه ملون لي. كيف راح نعمل هذا الكود؟ خلينا نشوف. طبعا إحنا الفاليديشن راح نستخدمه هون، هنعمل تشيك على هاي وتشيك على هاي. اول شيء انهم ما بيكونوا امتي، ما بيكونوا فاضيين، وراح استخدم فانكشن الست عشان اشيك انه هاي تم اختيارها وانه في لها قيمه، انه ما تركها فاضيه مش مختارينها. الان هذا الكود تعملوا له كوبي بيست وتسيفوه عندكم كماي تيبل مثلا دوت اتش تي ام ال. فيه الفورم، الفورم في عنا ال PHP file action table form validation، الميثود المستخدمة post، ننتبه الميثود المستخدمة post، فأنا لازم أستخدم ال post array لاسترجاع ال values. طيب ال key لا ال post array عشان أعمل access لعدد ال row هيكون r اللي هي name لإلها. طيب عشان أعمل access لعدد ال column اللي راح ندخله هيكون post، والكي إلها هستخدم المتغير اللي اسمه post dollar sign underscore post اللي هي هاي الأري، والكي لإلها هيكون c. فهذا المتغير اللي هي post c هيكون يحتوي بداخله على عدد الكولومز، post r هيحتوي بداخله على عدد الرو، الكالر نيم إلها color، أوكي. طيب نيجي ل ال PHP file تبعنا، هذا اللي بيهمنا. جوا ال PHP file بدنا نشوف كيف استخدمنا ال empty وال is set عشان نعمل validation للداتا. في البداية عرفنا متغير اسمه رو، خزنت فيه هذا ال value. هذا ال value من هالميثود المستخدمة بالفورم. منين جبنا الميثود المستخدم بالفورم؟ هي زي ما حكيت الميثود المستخدمة هي البوست، معناته أنا بستخدم البوست array زي ما حكينا بالمحاضرة الماضية. راح أستخدم البوست array اللي هي dollar sign underscore post capital، أوكي، والإندكس الكي اللي هو اسم
التكست بوكس اللي هيتخزن جواته. من خاصية النيم للتكست بوكس اللي هي خاصية النيم R number of rows input type text name R. هاد معناته إنه ما سيتم إدخاله جوا هداك التكست بوكس اللي يمثل عدد الرو، لو دخلنا 10 فالعشرة هاي وين حتتخزن؟ جوا المتغير اسمه رو. لو دخلنا بدنا 3 rows رقم 3، فرقم 3 حيتخزن جوا متغير اسمه رو. نفس الشيء الكولوم، عدد الكولومز من وين راح نقرأهم؟ برضو من الأري اللي اسمها بوست، والمرة هاي الكي حيكون سي. سي من وين جبناها؟ هي النيم للتكست بوكس اللي حندخل فيه عدد الكولوم. دي هي من هون النيم number of columns، عدد الكولومز، النيم لهذا التكست بوكس شو اسمه؟ اسمه سي. لو سميته كول فهيكون البوست كول، لو سميته رو بوست رو. هون حسب شو الاسم اللي انت حاطه هون بتحطه ككي جوا البوست اري عشان تسترجع الفاليو اللي تم ادخاله جواته. فلو جينا احنا دخلنا جوا الفورم، دخلت بدي 5 كولوم، فرقم 5 حيكون فعليا مخزن جوا هاي، وانا حاليا جبته وخزنته جوا المتغير اسمه كول. بعد ما حصلت على هاي وهاي بدي أروح أشيك عليهم، هل هاي فاضية؟ إذا كانت هاي empty، أو إذا كانت هاي empty أوكي ما استخدمنا الIs set ليه؟ لأنه الIs set لو أنا كانت الفاليو zero رح يعتبرها إنها إيش؟ إنها معبية، وهذا الحكي مش مقبول إنه يكون عدد الرو zero. فعشان هيك إحنا استخدمنا الامتي، لانه الامتي راح تعتبر الامتي متى بتكون امتي؟ اذا كانت زيرو، اذا كانت فاضيه، اذا كانت نل، اذا انا كبس سبمت بدون اعبي قيمه، كل هاي تعتبر امتي. فاذا كانت هاي امتي او اذا كانت هاي امتي لازم اشيك على الثنتين. في هاي الحالة إذا واحدة فيهم فارغة فأنا لازم أطلع لليوزر لو سمحت دخل لي عدد الرو أو دخل لي عدد الكولوم، هدول مطلوبين. فشو طبعنا لهم؟ Enter number of rows and columns. It's required. وسكرنا ال if statement هاي. أوكي؟ إذن أول إشي شيك عليهم. بعد ما شيك عليهم، طيب إذا كانت not empty وين بدي يروح؟ بدي يروح هون. يعني هاي إذا كانت هاي true لازم أوكي هاي أو هاي راح يطلع لي هاي المسج. غير هيك وين بدي يوديني؟ بدي يودينا على اللي بعديها. لأن نيجي على على فرض إنه تم تعبئة البيانات، في هاي الحالة عدد الرو موجود عندي وعدد الكولوم موجود عندي معبيين، راح ينتقل على الإف هاي. الآن بما إنهم معبيين بدنا نيجي نشيك على الكلر. المرة هاي أنا الكلر ما خزنت هجوم متغير، بقدر أخزن هجوم متغير زي ما عملت فيهم، زي ما عملنا في عدد الرو وعدد الكولوم، لكن مباشرة عشان أفرجيكم إنه بإمكاني أشيك على القيمة بشكل مباشر، فحطيتها. إذا كانت البوست كلر is set، معنى آخر إنه قيمتها مش فاضية. هاي تعني إنه ممكن اختار yes وممكن اختار no. هاي تعني ممكن اختار yes وممكن اختار no. فأنا عشان أتأكد إنه اختار yes واجب أحكي له إذا هاي set يعني تم اختيار واحدة فيهم، وبنفس الوقت and بنفس الوقت كان اللون كانت القيمة أو الفاليو المستخدمة هي yes للcolor، إنه لون لي. هدول لازم الثنتين يتحققوا بنفس الوقت، إنه تم اختيار واحدة فيهم وبنفس الوقت كانت yes. في هاي الحالة معناته لون لي الفورم. طيب شو الكود اللي يلون لي التيبل قبل لا يعني انه لون لي التيبل؟ كيف نلون التيبل؟ راح نستخدم الانلاين سي اس اس المره هاي. صحيح انه ما اخذناها سابقا بس هسه راح اشرحها. فراح اجي احكي له اكتب لي التاج تبع التيبل، زي ما احنا كنا نكتب تاجات تبعت التيبل السابقه اللي هي تيبل، وبحدد له البوردر. بيجي كالر هي عباره عن اتريبيوت، تمام؟ attribute للتلوين، إذا بتذكروا حكينا بيجي color equal وبعطيها اللون.
هاي عبارة عن attribute تسمح لي إني ألون. في هاي الحالة معناته أرسم لي table وأعمل له border وأعطيه لون اللي هو pink. ثبتنا اللون إحنا. أعطيه لون اللي هو pink وخليه collapse، ادمج لي إياهم. كيف عملنا الcollapse؟ في عندي attribute اسمها style، هذا بسموه inline styling، inline css، inline يعني بنفس السطر مع نفس التاج، بدل ما أنا أفصله وبحطه بالهيد، لا أعمل style لهذا التابل باستخدام attribute اسمها style. جواته بحط أنا البروبرتي ذكرها border collapse وبعطيها الفاليو، والفاصلة منقوطة في النهاية بكلهم بين single quotation. أنا بيهمني هون اللون، بيجي color pink، أرسم لي تابل وملون، خلي لونه pink. طيب إذا طلعت هاي false، يعني ما كانش مختار yes أو ما كانش أصلا مختارها إنه لون لي إياه، فحيضل الديفولت اللون الأبيض، فحنروح على else. else بس أرسم لي التابل بدون ما أحدد له البيجي color، فهو حيمشي على الديفولت اللي هي على أساس إنه مش ملون اللي هي اللون الأبيض. بعد ما هيك ما هيختار يا هاي يا هاي، حسب أنا إذا مختار ياس هيروح يلون لي إياه، إذا مش مختار ياس أو إذا أصلا مش مختار ولا واحدة فيهم، يعني إذا طلعت هاي فولز أو إذا كانت هاي نو، فهو حيروح على الإلس فحيرسم لي التابل لكن بدون أي ألوان. طيب هون هو بس رسم التابل، بعد ما خلص هاي، بعد ما رسم التابل بدي أرسم الرو وبدي أرسم الكولوم. كيف نرسم الرو والكولوم؟ رح نستخدم نستد لوب، تو فور جوا بعض. الفور الأولى بخليه يلف على الروز، فبنخلي الرو من واحد إلى بنعرف هون متغير R equal 1 R أقل أو يساوي الرو R plus plus، فهيلف بعدد الروز الموجودين، هيجي على الصف الأول. أول مرة هيرسم لي TR، هيرسم لي أول رو. طيب بعد ما رسم الرو الأولاني بدي جوا هذا الرو يقسم لي إلى كولوم، فعشان هيك استخدمت الفور لوب الداخلية nested loop. الفور لوب الثانية بدها تلف على عدد الكولم، من وين بدي أجيب عدد الكولم؟ عدد الكولم تخزن جوه متغير اسمه كول، زي ما أنتم متذكرين هاي الرو تخزن جوه، عدد الرو تخزن جوه المتغير اسمه رو، وعدد الكولم تخزن جوه المتغير اسمه كول. فلذلك لف لي مثلا لو كان الرو هنا عدد الرو ثلاث، هل من واحد إلى إيش؟ R أقل أو تساوي ثلاث؟ يس، الواحد أقل أو تساوي ثلاث، هيجي يرسم لي TR. رسم TR الأول، هاي مثلاً كانت رقم عدد الرو كان ثلاث، وعدد الكولم كان تنين، تو كولم. فعلى اللفة الأولى هاي for R equal 1 يجي نشيك، واحد، واحد أقل أو يساوي ثلاث، نعم حيفوت إيكو TR. شو يعني إيكو TR؟ هيرسم لي تي ار، هي اول تي ار رسمه. بعد هيك هيجي هون فور سي ايكوال 1، بدي يرسم الاعمده جوا هذا التي ار، واحد، هل الواحد اقل او يساوي اثنين اللي هي عدد الاعمده عدد الكولوم؟ الجواب نعم، معناته حيفوت جوا الفور الثانيه. روح ارسم لي تي دي، رسم التي دي الاولى، واحد، واحد اقل او يساوي اثنين، يس، فهيجي هون يرسم لي التي دي الاولى، فهي أول تي دي. رجع لف اللفة اللي بعدوها، شو صارت؟ اثنين، هل اثنين أقل أو يساوي اثنين؟ الجواب يس، فوت أرسم تي دي جديدة، فحيرسم لي تي دي تو، هاي هاي تي دي تو، وهاي كانت تي دي ون. بعد هيك حيصير عندك سي بلس بلس، حصير ثلاث، هل الثلاث أقل أو يساوي اثنين؟ الجواب لا، معناته حيطلع من هون، وين حيروح؟ حيروح يسكر التي ار، فكأنه رسم لي أول تي آر. بعد هيك حيرجع يلف، شو صارت هاي؟ بدل 1 صارت 2، هل التنين أقل أو يساوي 3؟ الجواب نعم، معناته فوت أرسم لي تي آر، هيجي يرسم تي آر جديدة، حيرسم لي تي آر ثانية هون. طيب هاي التي آر حيرجع الكولوم من أول وجديد، حيرسم لي فيها 2 كولوم، حيلف مرتين يرسم لي تي دي مرتين، هيرسم لي تي دي الثانية تي 1 وتي 2، بعدين يسكرنا تي ار.
بعد هيك هيرجع يلف، شو صارت قيمة الـ R بلس بلس؟ حصير قيمتها 3. هل الثلاث أقل أو يساوي الثلاث؟ الجواب يس، حيفوت يرسم لي TR ثالث. بعد هيك حيجي هون يرجع يصفر الأعمدة من أول وجديد، إيكا تي دي، هيرسم لي 2 تي دي، يطلع عندي تيبل بهذا الشكل. أوكي، بعد هيك بصير قيمتها 4 على الآر، هل 4 أقل أو يساوي 3؟ الجواب لا، هيطلع برا، هيروح يسكر لنا التيبل، هيطلع التيبل بهذا الشكل النهائي. يعني نحاول انه يطلع 1 2 بهذا الشكل. في حال انا كنت مختاره انه يس هلاقي التيبل ملون، اذا نو هلاقي التيبل مش ملون. يا ريت تطبقوها وترجعوا تدرسوها من اول وجديد وتشوفوا، اذا مش فاهمين ابعتوا لي مسجات نرجع نعيد شرحها، او ممكن ناخذ اكزامبل اضافيه بتوضح المساله بشكل أبسط وبشكل أفضل. يعطيكم العافية.